بسم الله الحمد لله والله أكبر كبير. من أفضل الله أن العلاج حتى بالذهب والأرسنال وعدة أنواع من المواد الفيزيائية والكيميائية من تعطى من في مجموعة من الأدوية اللي من شأنها أن توصل الإنسان إلى سواد الذكي. إذا كان وصل ضرب الأرجيش يعني الدواء فيه اللي ياخذ منه من هنا وهناك ولا من تلقاء نفسه وما عند الخدامة عند الصيادة، الصيادة آمين ويعيشوا البدخ ونسوا رب العالمين بعضهم يكونوا قدر الإمكان في مكان عملهم يخليهم يعملوا ديليغاسيون لناس الله أعلم بأخلاقهم والله أعلم بمقدار علمه. وبرع الإنسان حينما يمشي يترك الطبيب اللي يقول لك أعذار ما عنديش فلوس إذا كان يكون طبيب الطبيب ويقول له بربي أنا عندي الشيء هذا مقلقني اللون هذا مقلقني عندك شي دواء لإزالتي أو لتخفيف منه ماذا أو لتغذيتي. والاخر عادي لو شو فلوس باش يبقى صاحبه ويلقى ما يسر من صاحبه يعطيه ما يهمه بعد شيء ممكن يعطيه الدواء اللي تسبب السرطان بعد 10 20 سنه والعياذ بالله. والمساله راهي طويله نفسيه بين التطوير وعلى قولنا دائما احنا في خدمه القران العظيم. لكن اللطيف لعنه العباد هي مذكوره كاسم من اسماء الحسنى فما علينا الا واجب التبليغ بعض تمرغرات اللطف الالهي بالنسبه للانسان من جهه العالم من جهه العالم كثيرا. لكن عالم الانسان على الطبق قد يتقدم نوعا ما في الكشف عن المواد الضاره بالجلد وبالكبد وبالعينين وبالجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطبي وهذا ما جرى. نحن نقول لكم يا ناس راهو ما تركوش الشيطان راهو مخدركم انت تكونوا تعرفوا ان ربي يلقي لو كنتم تكونوا تعرفوا جزء من لطف الله لاصبحت من اول الناس العباد والشاكرين لانكم رب العباد. والسلام على اهل الاسلام.